المحامية قمر السامرائي، هذا الاسم صار ترند حاليا مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق بعد لقائها الاخير ومشاكله اللي طلعت فجأة وراء اللقاء مالتها اللي طلع بالتلفزيون، وهي يعني شلون تدافع عن حقوق المرأة وخصوص زواج البنت بسن التاسعة وغيرها من هاي الامور. نيجي على مشكلة ناس نشروا عليها وقالوا انه قمر السامرائي البارحة اللي ادعى بحقوق المرأة واليوم قاطة بنية بدفترين باسم قاضي تحقيق الكرخ، وبعد ان علست فلوسها وما قبلت ترجعها اجوها حصروها بالمحكمة. هذا اول عنوان او اول معلومة سمعناها بخصوص هذا الفيديو اللي انتشر لقمر السامرائي. فهي يعني جاوبت على هذا الفيديو ونشرت على حساباتها وقالت انه ظهرت عدة منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي حول مشكلة بيني وبين احد المحاميات، واود ان ابين للمتابعين الاعزاء كل ما تم نشره هو تسقيط والنيل من سمعتي، وحيث ان واقعة الحادث تتلخص بان احد المحاميات قامت بالاساءة لي والطعن بسمعتي وبشرفي بدون معرفة سابقة بيني وبينها مع مجموعة من المحامين في كلام يخالف ما نص عليه القانون العقوبات وقانون المحاماة قواعد السلوك المهني. وبعد مرور 3 أيام من إساءتها وبعد قيامي بتحريك شكوى ضدها في محكمة تحقيق الكرخ وأمام نقابة محامين لجنة السلوك المهني، قامت هذه المحامية بالإساءة وقذفها أمام الملأ، وأن هذا الفيديو مقتطع ومن قام بتصويره حاول عدم تصويره بشكل كامل وأنا لم أقم بالإساءة نهائيا. أما بخصوص قيامي بالتكلم بصوت عالي فإني إنسان يتم، يعني باختصار شديد قالت أنه الفيديو يابا اللي طلع أنا صيح بي وحاصليني بالمحكمة وغيرها من هالأمور هذا بسبب مشكلة بيني وبين أحد البنات اللي حكت أو المحاميات اللي حكت علي بالواتساب وغلطت عليه وأنا سويت دعوة. فهذا الموضوع باختصار. أما بعض البيجات فنشرت صورتها بشكل مو طبيعي وهواي علقوا عليها، فأحد البيجات قال إنه المحامية قمر السامرائي المحامية المطلوبة القضاء هي وزوجها بتهمة التزوير والاختلاس، قمر السامرائي تطعن بشرف النساء العراقيات بلقاء قبل عدة أيام، وقالت أنه أغلب صاحبات قضايا السمسرة لابسات عبي واللي مارسن الأمور الغير أخلاقية هي لبسن عباية أم الرأس. الخطأ بالإعلام اللي يقول لك يستضيف هكذا نماذج نطالب بتنفيذ الأوامر القضائية. فقصتها باختصار بعد أن صرحت هذا التصريح باللقاء وقالت أنه أغلب البنات اللي مو خوش إنه لبسن حجاب وعبي، ويعني حاولت تستنقص من يعني المفروض تقول مو الكل، يعني المهم بغض النظر أنه ما تكون إساءة من المحامية، أنه أنت محامية تعرفين الحرف ممكن يودي بتهلكة والحرف ممكن ينجي صاحبه، فأنه المفروض تكون تحافظين على عصبيتك أو على صوتك. المهم باختصار شديد مو أنا جاي أعلمك السلوكيات أو المهنية للمحاماة، الفكرة بالموضوع صايرة هجمة ضدها، خاصة الشعب العراقي حاليا منقسم قسمين، البنات يقول لك والله هاي عاشت ايدها وخرافية لان سمعت لها كم جملة من عندها رنانة بالاذن بحجة انه هي تدافع عن قضايا المرأة، والشباب يقول لك هاي وحدة لوتية دا تقول انه بسبب القانون اللي هسه نزل جديد انه على اساس الحضانة تروح للرجل ماكو شيء اسمه نفقة وماكو شيء اسمه بعد، المرأة لما تتطلق او تنفصل من زوجها خلاص الاطفال كلهم يروحون للزوج، فبعد يعني بين قوسين التيه والديح
المرأة. فهي يقول لك إنه ما دام هذا القانون نزل فهي خطية راح ينقطع رزقها، وبعد ما عندها شغل، لأن هي عايشة على سالفة المطلقات اللي تروح تأخذ لها النفقة، اللي تروح تأخذ لها حق الطفل وغيرها من هاي الأمور. فهذا القانون اللي نزل هو ضدها أو مو بمصلحتها، فلذلك حبت تسوت هاي المشاكل، وهي ما يعني ما تدافع عن البنات ولا تدافع على المرأة. هذا جانب من الناس. أما مثل ما قلت لكم البنات فقالوا انه لا، وهاي تدافع عن حقوقنا. اما موضوع الزواج بالسن المبكر فهذا لا انا ولا انت نقدر يعني نمطي راينا به، هذا امور يعني معقده. وحتى الامثله اللي طرحوها باللقاء هي امثله حقيقه ما تقارن بوقتنا الحالي. هاي الصوره وهذا الموضوع باختصار شديد، وهذا ترند عسل او قمر السامرائي بصورة مختصرة، ما اريد اطيل عليكم، خلينا ننتقل للموضوع الثاني. بويا تصدق تشذب، بويا التعليم انت تضحك على الشعب العراقي، ولك انت ما تعرف الشعب العراقي، عبالك من تابعوك وانقهروا عليك اللي صعدوك بثواني ما راح ينزلوك بثواني، ولك هذا الشعب العراقي اللي يصعد واحد بساعة وينزل الأدنى المستويات بساعة واحدة، هذا اللي يطشش واحد ويوصل 10 مليون وبثواني ينزله لأن معجب الشعب العراقي ما حد يوقف قدامه، عبالك تعبر عليك لما نتعاطف وياك وكلها دعت وقلت خلاص محبة الناس خرافية ومحبة الناس ما حد راح يكرهني، خلي اسوي نفسي طبت بيوم وليله، حتى حسابك طار، حتى بسبب تبليغات وبسبب الهجمه اللي صارت عليه حسين جاسم بعد ما اكتشفوا العالم والناس انه هو كذاب، والبزونه بريئه من عنده براءه الذئب من دم ابن يعقوب، طار حسابه بعد ما وصل 931 الف على التيك توك، حلمه كان يوصل مليون، ومع ذلك يحشو يقول انه يا بهجم علي وليش ما هجم علي. طبعا حبيبي اذا انت تكذب وتهنات امت البزون خطية ما عنده لسان، وبعدين ماكو هيك وضعية حقيقة. هذا الموضوع صار ترند أم مواقع التواصل الاجتماعي حاليا، الناس بالشمتة بيه وسبحانه مغير الأحوال، وكأن الله سبحانه وتعالى فضح حقيقة للناس، لأن مو أي شخص. واحمد ربك يا حسين أنه انتهت على هذا الحال، فقط الناس كرهتك أو الناس طيرت حسابك، لأن لو الله سبحانه وتعالى رايد ينتقم من عندك كان حط بيك أتعس مرض وأتعس علة، بحيث تتمنى لو كان شقة وكذب. فأحمد ربك وأشكره أنه وصلت لهذا الحد، لأن ممكن كل شيء تشذب إلا بالمرض، الله منطيك صحة وعافية ونشاط، المفروض تحمده مو تسوي نفسك مريض، وعلى أقل شيء أنه تشكر الله على النعمة اللي أنت بيها. فالمفروض هذا كان لك درس وتقعد راحة وتستكن. طبعا احنا نعتذر من تغيير متغير بسبب المشاكل. هذا الواتساب مالي هاي اخر مره، هذا اليوم ما حد راسلني يقول انا واحد غلط علي، يلا هذا يقول لي واحد غلط. اللي كان منتظر ومتوقع حدث بالفعل، صدور مذكره القاء قبض بحق المدعو خالد عناد او عناد خالد الشهير بحسحس بتهمه المحتوى الهابط.